السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنقدم لك أفضل برنامج لتسجيل شاشة الموبايل فيديو بجودة عالية وبدون علامة مائية وإمكانيات جميلة جدا جدا. يلا بينا على طول نبدأ الشرح، ويا ريت قبل ما نبدأ اشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زرار الجرس. يلا بينا. اهلا بيكم معانا النهارده مره تانيه. النهارده هنتعرف على تطبيق من افضل التطبيقات ممكن تسجل بيها الشاشه فيديو بدون علامه مائيه، وفي امكانيات كتير جدا موجوده في التطبيق، منها انك تقدر تعمل شروحات او تعلم او ترسم اشكال هندسيه كده وانت بتقدر بتصور او بتعمل شرح من خلال الموبايل. التطبيق بتاعنا موجود على المتجر، تطبيق كويس جدا. هنروح على المتجر عشان نحمله مع بعض ونشوف. مبدئيا هنروح ونكتب سكرين ريكودر، هيظهر لي زي ما حضرتك شايفين عدد كبير جدا من التطبيقات. هو التطبيق الثالث اللي باللون الازرق اللي هو ده التطبيق اللي هنتكلم عليه النهارده، من افضل التطبيقات اللي موجوده لتسجيل الشاشه فيديو بطريقه احترافيه وبجوده عاليه جدا. طيب هنحمل التطبيق، طبعا انا محمله وبسجل بيه دلوقتي. هنرجع بقى للتطبيق نفسه ونشوف هي الاعدادات وايش. هندخل على التطبيق زي ما حضراتكم شايفين بالاعدادات اللي هي دي. لو انا حابب اللغه في البدايه انها تكون عربي، التطبيق بيدعم اللغه العربيه، بنزل على حاجه كده وابدا اختار عربي، بقى اصبح التطبيق والاعدادات كلها باللغه العربيه. طيب ايه هي المميزات؟ طبعا مميزات كتير جدا، لكن هنتكلم على حاجات مهمه كده بحيث ما نطولش عليكم الفيديو، وتقدر تحصل على المعلومات اللي تساعدك في تشغيل التطبيق. طبعا الدقه، بتقدر تختار جوده الفيديو، معدل البث، معدل الاطار او الفريمات في الثانيه، تقدر تحدد اللي. هنتكلم بسريع على السريع كده بحيث نفهم التطبيق وازاي نقدر نشتغل عليه. طيب ايه هي مميزات التطبيق؟ طيب لو انا جيت خرجت من التطبيق خالص ونزلت الستاره اللي فوق دي، حاليا درو اللي هي الشكل ده، اقدر في الحاله دي ان انا ادم على التطبيقات او اعلم مثلا في الشروحات زي ما بعمل كده، ونبدا نتكلم على شو عملي وانا بسجل الفيديو. يعني انا بسجل بالتطبيق دلوقتي واقدر اعمل اي شرح او اعمل دايره او اعلم على اي حاجه، واقدر ورا كده امسح كل اللي انا عملته بالشكل ده كده. يعني لو حبيت تطبيق مثلا زي ده، بقول مثلا بتكلم عن التطبيق ده، فده ميزه جميله جدا في التطبيق. الحاجات اللي موجوده، الحاجه الثانيه وهي الكاميرا، اقدر اشغل كاميرا الموبايل في نفس الظاهره جنب الشرح كده. فالتطبيق بدون علامه مائيه تطبيق جميل جدا جدا جدا. طبعا هسيب لكم زائد ان التطبيق موجود فعليا على، وده اهم حاجه، ان هو موجود على متجر جوجل بلاي علشان يبان من المصداقيه، لان البرامج اللي بتكون خارج المتجر بيكون مصدر غير موثوق او مصدر غير معروف. وده اهم حاجه معانا، ان التطبيقات اللي هنبدا نعملها او هنشرحها تكون تطبيقات مفيده جدا، وفي نفس الوقت التطبيقات تكون فيها ثقة وأمان لو تنزلتها على الموبايل الخاص بك. طبعا بكده النهاردة يكون بتاعنا انتهى، وياريت متنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.